نعود إلى تحديداً موضوع عمليات البحث والتفتيش التي تقوم فيها القوات العراقية وتنفذها في الموصل بحثاً عن خلايا تابعة لداعش. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع المقدم عبد الأمير المحمداوي، مدير إعلام فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية. مساء الخير، أهلاً بك معنا سيد عبد الأمير. علمنا إذن عن جهودكم بعمليات التفتيش هذه، ولكن لا نعلم إلى أين أوصلتكم. نعم، مساء الخير وعلى مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. تباشر قطعات فرقة الرد السريع وحسب الواجب المكلف لها من قبل قيادة العمليات لتفتيش الأماكن اللي كان سابقا يتواجدون بها داعش ومسيطرين عليها لئلا يكون هم حافرين أنفاق تحت الأرض. تم إلغاء القبض على عديد منهم من عدة محاور للجيش العراقي أو للفرقة الذهبية أو الشرطة الاتحادية. محورنا مع التفتيش بالكامل لم يتم العثور على بقايا داعش، لأن أكثرهم هم انقتلوا بنار أثناء عمليات تحريرنا. نعم. الكل الموجود بالمدينة القديمة من السكان الأصليين اللي كان من أبرز اهتماماتكم من خلال عملية التفتيش، صحيح؟ نعم، المدينة القديمة تم تفتيشها بالكامل ولا زالت التفتيش مستمر، يعني من قبل الجيش العراقي وقطعات الشرطه الاتحاديه والرد السريع والفرقه الذهبيه، حتى تم تنظيف ايضا المنطقه بالكامل من العبوات، لان هم اخر فتره فخوا البيوت والشوارع والبنايات وحتى الجوامع تم تفخيخها بانواع العبوات. نعم. ولكن الخطر لا يزال قائما، ممكن أن نقول سيد عبد الأمير، يعني الحديث عن إمكانية وجود خلايا نائمة، هذا الموضوع ليس أيضا بالسهل ولا يمكن عدم التركيز على هذه المعركة الآن، صحيح؟ ليس لهم تأثير مباشر، التخوف هو من العبوات اللي تم تركها، اللي تركها داعش لتفخيخ البيوت كما أسلفت. الخوف على العوائل من هذه العبوات والمخلفات اللي تركها داعش، اما اكثر داعش اللي كانوا اجانب ولا محليين، اكثر اما انقتل او تم القاء قبض عليه. الباقيين العوائل المدنيين تم نقلهم الى المخيمات اللي مسيطر عليها ايضا الحكومه المحليه والحكومه المركزيه. والتفتيش حتى فيما يتعلق بالمخلفات والعبوات انتهت؟ لا، يعني لغايه هذا اليوم التفتيش يعني جاري من قبل عده مفارس تابعه للجيش او الشرطه او الرد السريع والدفاع المدني، ايضا عاملين مع نهار لرفع هذه المخلفات. انا اشكرك جزيلا على هذه المشاركه معنا من بغداد، المقدم عبد الامير محمداوي، مدير اعلام فرقه الرد السريع تابع لوزاره الداخليه. شكرا.